محمد رزق يلعبها للامام بين صديرة ومويد القريتلي، لكن توصل للزوي، الزوي نقلة توصل لزليتني، زليتني محاولة يا عيني عليك، والتدخل الدفاعي الممتاز، تاكلينج أخير ومرة واثنين والفاول والصفارة من الشرط ميدان فريق النصر، يا عيني عليك الأرفلي يلعب الكرة والتسديد ومرة سلامات، أول كرة خطيرة لفريق الأخضر، والتدخل الأخير، التدخل الأخير، الكنترول كان مثالي من أنس الأرفلي، حاول من خلال الكرة يعطي أسيست لزميلة، هذه الكرة وهذا الكنترول، يا عيني على الكنترول من أنس الأرفلي حتى برا أوت لمويد القريتلي والتسديدة، لكن مرت سلامات على مرمى جواد، مرت سلامات على مرمى جواد، هذه الكرة عند التورغي، التورغي مر ويسدد مباشرة والإبعاد من الدفاعات. هيك يا عامر يمشي التورغي وقت العرضية يدخل داخل المنطقة، لكن تواجد مصطفى حمزة في مرة أولى، الصافرة الشلماني، نتيجة سلبية، صفر الأخضر، صفر النصر، هنا على أرضية ملعب شيخ الشهداء، وهذه الكرة الأخيرة، الشد أخير من التورغي إلى أري بابل، خطيرة خضروية، خضوهات في مرة أولى وثانية، أري بابل يعدي، يسلمها علي من عند القريتلي، وقت العرضية، العرضية على القائم الثاني، خطيرة الأخضر ديمقراصية، هي أولى هي الثانية، لا، البابل بالكعب العمامي، العمامي إلى بابل، بابل رفع راسه وقال له خوذ يا القريتلي، القريتلي بلمسة واحدة أوفر على القائم الثاني، الراسية كانت من المحترف التونسي، وفكرون موجود، فكرون موجود، أمن مناطقه وأمن حدوده، شمال في الكفة الأخرى. ناصر الحضيري أحد أبرز وأفضل المدربين الوطنيين على مستوى كرتنا المحلية، قام بتوليفة طيبة بصحبة فريقه، فريق النصر، صافرة من الشلماني، هذه المراوغة الأخيرة، حاول زليتني عدى من القريتلي، صفر زليتني يلعبها على القائم الثاني، سلات السلام والتسديدة ومرة سلامات، هذه الكرة الأخيرة، التنفيذ كان متميز، الكنترول داخل منطقة العمليات، طيب بعد تدخل للشلماني، أصلى الزوي ولمسة واحدة بخارج القدم من الزوي، التورغي وجد تدخل غير شرعي من التراوري، أزليتني وسالم المسلاتي، سالم المسلاتي، سالم المسلاتي يلعبها والإبعاد من الدفاعات، تعود للزوي مراوغة رائعة تسديدة، وإبعاد ثاني ومرة سلامات، كروع لمسة للأمام إلى عبد الرحمن العمامي، يمين ويسار يراوغ، يمين ويسار يتحصل على خطأ، 90 دقيقة مرت 20، لمسة من العمامي عدت لمانجا، مانجا يراوغ وقت العرضية، عرضية خضراوية والإبعاد، كرة في وسط الملعب نقلة خاطئة للعمامي إلى أزليتني الورفلي موجود، تدخل في مرة أخيرة، الحكم لا يشير إلى أي شيء، والصافرة في هذه المرة، هذا التدخل الأخير، تواجد وتألق في الإبعاد، والتدخل الأخير، والتهامي تواجد، كان متميز، الكوت سلمها للقريتلي، القريتلي رفع راسها، حطها على القائم الثاني، والارتقاء كان من الإعمامي ومرت سلامات، خضرة نصراوية وتدخل، خضراوية وتدخل أخير، وخطأ. خطأ للفريق الأخضر وربكة دفاعية نصراوية غريبة، الصافرة، صافرة من الشلماني، هذه الكرة الأخيرة، كراو حاول، فكرون أخطأ، الكيلو أخطأ مجددا، والعمامي وصلها وخطأ، خطأ وأعتقد أن الصافرة الشلماني كانت في محلها رغم اعتراض من المسلاتي وزليتني، والوافد أخيرا ديقة، وبطاقة صفراء أولى في صفوف صافرة الشلماني. شلماني صفر، سهيب بن سليمان يلعبها لكن الكرة في حائط السد، كتورغي وعدد نصروية، الكيلو لمسة، لمسة التي نقلة، استلام خاطئ، تراوري في مرة أولى، نقلة خاطئة في مرة ثانية، يمشي عامر التورغي، خطيرة نصروية والتسديدة وأول هدف النصر، أول هدف النصر عن طريق الأسمراني عامر التورغي، 7 دقائق اللقاء تشهد أول هدف اللقاء عن طريق الأسمراني عامر التورغي، نقلة من لاعبي الأخضر وجد نفسه في انفراد تام على مرمى رضوان توفيق، هذه تراوري اخطف النقله الاخيره، وعامر التورغي مر وسدد الكره على يمين رضوان توفيق، عامر التورغي الاسمراني يسترد ذكرياته مع التحدي بهدف سجله على يمين رضوان، هذه الكره حطها بساره في المرمى، حاول رضوان توفيق لكن الكره اهتزت معها الشباك وتغيرت لوحه الهدف، تمشي كره لاري بابل، بابل المراوغه، أري ممكن يحاول، أري يعدي من الكيلو، يمشي أري داخل المنطقة يلعب العرضية والكرة إلى خارج أرضية الملعب الأمامي إلى سالم المسلاتي إلى التهامي، تهامي زليتني، خذوهات رايع، تمشي لسالم المسلاتي، خطرة نصراوية وبرعونة كبيرة يضيع سالم المسلاتي الكرة، سالم هذا المهاجم الدولي مهاجم فريق النصر وكابتن الفريق يضيع هدف محقق على فريقه، الأخيرة حاول حمادي، حاول زليتني
عادت لأنس الورفلي، العمام يلعب عرضية، إبعاد من التهامي، توصل هناك للجهة اليسرى، الكوت يخطئ، تعود نصروية، الكيلو يراوغ بطريقة متميزة ورائعة، مرتدة للفحامة، يقود أحمد الكيلو الظهير الأيمن، يبحث عن زميل ويسلمها للأمام، تعود لصهيب بن سليمان دوران، بن سليمان يبحث عن زميل، من سيختار؟ يعود بها للعمامي، العمامي نقلة، محمد علي، محمد علي جدله في الدوران، يدرج بالكرة، يمشي ويعدي، ممكن يجلب خطأ لفريقه، تدخل أخير وخطأ، تدخل أخير وخطأ، تدخل أخير وخطأ، البطاقة الصفراء سترفع في وجه فكرون، محمد علي جدله درج بالكرة بطريقة متميزة، بطاقة صفراء لفكرون، محمد علي جدله وصل للكرة بطريقة مميزة، الحوار والابتسامة بين الكباتن، الكابتن سالم المسلاتي والكابتن عبد الرحمن العمامي، تنفيذ مثل هذه الكرات سافرة الجلماني، العمامي واحتلت العارضة بهدف، والمراوغة رايحة من الحمادي، يمشي محمد علي يلعبها على اليمين، وصلت للوذرفي، وقت العرضية المثالية، العرضية المثالية الراسية ممكن لكن مرت، ووصلت للكوت، يخطي الكوت في الكنترول، يسلمها لصهيب، صهيب يرفع راسه ويراوغ، صهيب يعدي ويسدد، وجواد رزق موجود، تبديل آخر في صفوف فريق النصر. الخيار هو صدام الورفلي الظهير الايسر، العمامي نقله الى الكوت، الكوت امام مساحه يمشي، نقله للامام وصلت لامادو، امادو يستلم كورته، يحاول علي، هل سيجلب ركنيه؟ هل سيجلب خطا مع ان الكره ستفتك؟ تدخل اخير وصافره الشلماني، صافره الشلماني بهذه القوه البدنيه، اعتقد ان افتكاك الكره بدون خطا من علي امادو امر صعب، هذه الحوار البدني القوي وصلها أمادو والتدخل كان موجود. العمامي يعطي تعليماته، يطلب المهدي الكوت، هل سينفذ الكوت أم أن يمينية العمامي ستكون خلف الكرة؟ العمامي أعطى تعليماته وأخذ مكان داخل منطقة العمليات، الكوت يلعب الكرة على القائم الثاني، الرصية، وهدف التعادل، هدف التعادل، هدف التعادل، هدف التعادل عن طريق احمد كراوح في الدقيقة 37، جاء كراوح من بعيد وحطها في الشباك، يا عيني عليك يا كراوح، يا عيني عليك، هدف التعادل، هدف التعادل عن طريق احمد كراوح للعنيد، الاخضر هدف للنصر هنا على ارضية ملعب شيخ الشهداء، العرضية مثالية والراسية مثالية، واهتزت الشباك براسية احمد كراوح الهداف المثالي. هذه تعليمات العمامي، العمامي قال له يا الكوت عطيها مثالية، عطيها بالمليمتر على راس كراوع، بالتأكيد الحماس والإثارة على أشدها، النتيجة إيجابية، هدف للعنيد وهدف للفحامة، محمد علي يحاول وفي جنبه صدام، يعدي محمد علي، يمشي بالكرة، مراوغة أخيرة، يبحث عن زميل يلعبها للأمام، الوذر في حاول، تدخل أخير العرضية، الرصية ممكن، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، جاها من بعيد، جاها من بعيد، جاها من بعيد، حط الكرة في الشباك، حط الكرة في الشباك، وأعلن عن ثاني الأهداف، انقلب السحر على الساحر، لمسة شمام ولعب الكل في الكل، جلب ثاني الأهداف عن طريق كراوة، أخطأ صدام، عدى بها حمادي اللي حرك الجهة اليمنى، محمد علي لعبها للأمام، الوذر في التاكلينج ممتاز، العرضية ممتازة جدا، والرأسية بيرفكت مثالية في الشباك، هدف ثاني لفريق الأخضر، هدف ثاني للعنيد، هدف ثاني لأصحاب الأرض، عن نهاية الوقت الأصلي، الجزئيات بسيطة، وكرات أخيرة، هذه العرضية على القائم الثاني وتواجد رضوان وخطأ أخير، وإلى ماذا يشير الجلماني؟ إلى لا شيء، أنت في حضرة قمة اللقاءات، هذه الكرة، هذه الكرة على مرتين يا رضوان، يفعلها زليتني ويعود بالظهر، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، متميزة الكرة من زليتني، والمتميز الآخر رضوان توفيق في انتظار الإعادة، الكرة بالمليمتر ورضوان طار، رضوان طار، رضوان